بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فهذه دقائق نعيشها مع باقة من فضائل موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. يقول الله عز وجل: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. وقال تعالى في معرض بيان اصطفائه على أهل زمانه: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وقد كان عليه الصلاة والسلام آية في شكره وتبتله وتضرعه إلى الله جل وعلا، ليس فقط حال حياته بل كذلك بعد مماته. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الإسراء: مررت بموسى صلى الله عليه وسلم وهو قائم يصلي في قبره، فكانت الصلاة قرة عين له عليه السلام، وكانت من أمضى الأسلحة التي واجه بها الفرعون. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. فالله الله في الصلاة، فإنها نعم العون لنا على عدو الله وعدونا. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، إن الله مع الصابرين. من فضائله عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل كتب له التوراة بيده، وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. وفي حديث احتجاج آدم وموسى عليهما السلام عند ربهما قال آدم: أنت موسى اصطفاك الله برسالاته وبكلامه وخط لك التوراة بيده. من فضائله كذلك عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل
استجاب له شفاعته في أخيه، وذلك يوم أن تضرع إلى الله قائلا: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال: قد أوتيت سؤلك يا موسى. يقول بعض السلف: ما شفع أحد في أحد شفاعة أعظم ولا أنفع من شفاعة موسى في أخيه هارون أن يكون نبيا. من فضائله عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كثرة أتباعه يوم القيامة. يقول عليه الصلاة والسلام: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. إذ عرض لي سواد عظيم، أي خلق كثير، فقلت: هذه أمتي. فقيل: هذا موسى وقومه. ثم قيل لي: انظر إلى هذا الجانب فإذا سواد عظيم بعد سواد عظيم. فقيل له عليه الصلاة والسلام: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. من فضائله عليه الصلاة والسلام عظيم سبقه إلى الله جل وعلا، تلمس ذلك من خلال قوله تعالى: وما أعجلك عن قومك يا موسى. قال: هم أولئك على أثره وعجلت إليك ربي لترضى. وعجلت إليك ربي لترضى كلمة تنم عن فرط شوق إلى الله جل وعلا، وقد بلغت محبة الله والشوق إلى لقائه من موسى عليه الصلاة والسلام كل مبلغ، حتى حمله هذا الحب العظيم لله والشوق إلى الله جل وعلا إلى أن قال: رب أرني أنظر إليك. قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فموسى عليه الصلاة والسلام مع عظيم جده واجتهاده في طاعة الله جل وعلا وسبقه إلى الله تعالى، إلا أنه ينكسر لله ويستشعر بتقصيره في جنب الله جل وعلا. يقول تعالى: واختار موسى قومه 70 لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال: رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، أي تبنا إليك. من هذه الفضائل الموسوية أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا انتهكت حرمة من حرمات الله يشتعل غضبا لله جل وعلا، تجد ذلك جليا في قوله تعالى: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا
سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين، ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم، وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه غضبا لله جل وعلا. وهكذا كان رسول الله عليه الصلاة والسلام، كان صلى الله عليه وسلم لا يغضب لنفسه قط، حتى إذا انتهكت حرمة من حرمات الله جل وعلا لا يهدأ عليه الصلاة والسلام حتى ينتقم لله. أما نحن عباد الله فأشد ما تجدنا غضبا وغيظا وغليانا إذا كان الأمر يتعلق بذواتنا وأشخاصنا وحقوقنا وجيوبنا ومصالحنا. أما حرمات الله إذا انتهكت وحدود الله إذا ضيعت فكثير منا شعاره إبان ذاك أنا لا أرى لا أسمع لا أتكلم. من تلك الشمائل الموسوية أنه كان عليه الصلاة والسلام أسوة حسنة لكل مبتلى ومنكوب ومكروب. قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمة أو مالا ذات يوم فقال رجل جاهل هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال وهذا هو الشاهد يرحم الله أخي موسى فقد أوذي بأكثر من ذلك فصبر. وكما كان موسى عليه الصلاة والسلام أسوة حسنة لكل مبتلى فقد كان أسوة لكل طالب علم، وكيف لا وهو الذي ارتحل وركب البحر إلى الخضر في تعلم ثلاث مسائل وعلى مغزله نسج القائل سأضرب في طول البلاد وعرضها لأطلب علما أو أموت غريبا، فإن تلفت نفسي فلله ضرها وإن سلمت كان الرجوع قريبا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. ثم أما بعد، فمما يتعلق بفضائل وقصة موسى عليه السلام أن الله عز وجل أمنه وقال له بعد أن كان من أمر العصا ما كان يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. ونعمة الأمن عباد الله نعمة جليلة وكيف لا، والمرء لا يمكن بحال أن ينعم بنعمة أو يلتذ بعيش إذا تملكه الخوف. مهما حصل من الثروات والأموال وعب من الشهوات فإذا تملك الخوف من قلبه فلا يمكن بحال أن يلتذ بنعمة. نعمة الأمن نعمة جليلة، وقد جلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك يوم أن قال عليه الصلاة والسلام من أصبح منكم آمنا في سربه
أي في بيته أو في نفسه لا يتهدده أحد. من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. ولما كانت الحاجة ماسة إلى تلك النعمة الكبرى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعاهد نفسه كلما رأى الهلال بهذا الدعاء، والذي كان يقول فيه: الله أكبر، اللهم إنا نسألك الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق إلى ما تحب وترضى، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق إلى ما تحب وترضى، ربنا وربك الله. وإذا كنا عباد الله ننشد أمنا سيما في هذه الأيام التي تعد بالبلطجة والعربدة وتفشي الجريمة وانفلات أمني، فلا بد إذن أن نأوي إلى ملاذ آمن، وأن نطلب الأمن مظانه، وأن نأتي البيوت من أبوابها. وأول أسباب جلب الأمن والشعور بالأمان هو تحقيق وتكميل الإيمان. ولك أن تتأمل أخي كيف جعل الله عز وجل الأمن حكرا ووقفا على المؤمنين، وذلك في قوله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ولك أن تتأمل كذلك كيف كان حال بني إسرائيل وقد أخذ الخوف بقلوبهم وتملكهم الرعب حينما لحق بهم فرعون، بينما ربط الله عز وجل على قلب موسى عليه السلام فكان أسكن ما كان، وكان أهنأ ما كان عليه الصلاة والسلام. وما ذاك إلا ثمرة أن استوطن الإيمان قلبه. يقول تعالى: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال: كلا إن معي ربي سيهدين. فدونك الإيمان أخي، فاملأ به قلبك وأحسنن الظن بربك، وإياك أن ترتجف هلعا وفزعا من المستقبل وما يحمله من قحط وجوع وبلاء، فعامة ذلك أراجيف وأوهام ووساوس شيطانية لا رصيد لها من الواقع. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. ولله در القائل: يا ابن آدم أنت ثلاثة أيام، أمسك وقد مضى، وغدك ولم يأتي، ويومك الذي أنت فيه فاتق الله فيه. سهرت أعين ونامت عيون في أمور تكون أو لا تكون، إن ربا كفاك ما كان بالأمس يكفيك في غد ما يكون. من أعظم أسباب جلب الأمن والشعور بالأمان
ذكر الله عز وجل بمفهومه الواسع والذي يأتي على كل عبادة ومنسك وقربة. يقول جل وعلا: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. من أعظم أسباب جلب الأمن تحقيق العدل، والعدل هو شرع الله ليس إلا، أما ما عدا ذلك من القوانين الأرضية الوضعية المنحطة والتي هي نتاج زبالات البشر فظلم وظلمات. ذكر أن عمر رضي الله عنه لما نسف دولة الفرس وأخمد الله نيرانها على يديه أراد كسرى أن يعاهده، فأرسل كسرى مستشاره الهرمزان إلى عمر، فجعل الهرمزان يبحث عن عمر خليفة المسلمين وإمامهم هنا وهناك، حتى وجد عمر تحت ظل شجرة يتوسد ذراعه في أهدأ وأنعم نومة، فقال قولته التي سارت بها الركبان: حكمت فعدلت، فأمنت فنمت يا عمر. من أعظم أسباب الشعور بالأمن والأمان الجهاد في سبيل الله والدعوة إلى الله، علم ذلك من علمه وجهله من جهله. يقول الله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. فكل منا عباد الله حظه ونصيبه من العصمة والحفظ والأمن والأمان والطمأنينة والسكن على قدر حظه من الدعوة إلى الله وتبليغ الحق إلى الخلق. آخر ما في جعبتنا من أسباب يتحقق بها الأمن والسكن التوبة النصوح والصلح مع الله جل وعلا، وإلا فالإثم والفسوق والعصيان كل ذلك يعصف بالأمن ويأتي على الأخضر واليابس. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. عباد الله، من خاف الله أمنه الله من كل شيء، ومن لم يخف الله خوفه الله من كل شيء. وصدق الله إذ يقول: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. هذا في الحياة الدنيا، ثم يكون الخوف والفزع والهلع والرعب على أشده يوم الفزع الأكبر. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، أي لا تطرف لهم عين من شدة ما نزل بهم من خوف وفزع وهلع. أما المؤمنون فهم في الغرفات آمنون.
إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا مسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. اللهم إنا نسألك الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق إلى ما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. رب اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا وأراد بالإسلام وبالمسلمين عزا فاجعل عز الإسلام على يديه، ومن أرادنا وأراد بالإسلام وبالمسلمين سوءا فرد كيده إلى نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة تدور عليه يا رب العالمين. اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب الناس. اللهم أذن لشريعتك أن تحكم الأرض وأن تسود. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. صلى الله عليه وسلم.